يستعمل الباوربوينت في عدة مجالات من بينها الدراسة، عالم المؤسسات، وريادة الأعمال، ويوفر لنا مجموعة من الوسائل المتنوعة كالقوالب الجاهزة، حركات النصوص والأشكال، وكذلك حركات الانتقال بين الشرائح. عندي كذلك شريط يسمى شريط الحالة أو The Status Bar، والذي يكون في أسفل البرنامج. هكذا هنا نجد فيه عدة معلومات مفيدة مثل عدد الصفحات. هنا مثلا الباوربوينت يخبرني بأني في الصفحة 2 من 2، إذا العرض التقديمي يحتوي صفحتين. لو أذهب إلى الصفحة الأولى سيخبرني بأنني في الصفحة الأولى من 2. أو مثلا مجموعة من الرموز أو الآيكونز، هذه التي أستعملها بكثرة، سأضغط على From Icons، ثم تظهر لي هذه النافذة الجديدة. يمكنني أن أختار أي رمز من هذه الرموز، القائمة جد طويلة، سأقوم باختيار الشكل الكلاسيكي هذا كما تلاحظون، وأضغط على زر أوكي، وهكذا سيقوم الباوربوينت بإنشاء هذا الرسم البياني. وكما تلاحظون لقد حصلت على جدول صغير هنا على شكل ملف إكسل، يمكنني تكبير النافذة من هنا بهذا الشكل. ثم سأذهب إلى شيب أوتلاين من جديد وأختار سمك هذا الأوتلاين، مثلا سأذهب إلى ويت وأختار 2 points بهذا الشكل. وكما تلاحظون لقد زاد سمك هذا الخط المحيط بهذا الشكل. هذا بالنسبة لي shape outline. وهنا في هذا الجزء الأخير من تبويب animations لدي خصائص التايمينج أو التوقيت الذي تظهر فيه كل حركة. إذن النص المحدد حاليا هو هذا النص الجديد، وكما ترون بداية حركة هذا النص هي on click، يعني عند الضغط بالفأرة سيقوم هذا الشكل بالتحرك. عندي هنا هذا الجزء camera border والذي نراه الآن باللون الرمادي القاتم. هنا يمكنني أن أختار لونا آخر، سأختار مثلا اللون الأحمر مثلا بهذا الشكل، هكذا كما ترون أصبحت الدائرة حمراء. وفي كاميرا بوردر كذلك لدي سمك هذا الخط هذا المحيط بالدائرة. ثم سأكتب كلمة select بحرف الإي كما تلاحظون، وسأضغط على زر space في لوحة المفاتيح. لاحظوا معي جيدا، لقد قام الباوربوينت بتصحيح هذه الكلمة بطريقة أوتوماتيكية أو تلقائية، لأنني قمت بإضافتها في نافذة replace، وهذه طريقة سنربح بها الكثير من الوقت. عندما تكون هذه الخاصية مفعلة سنلاحظ أن السطر الأول الذي يحتوي على عنوان سيكون بلون مختلف عن ألوان الجدول، وعند إلغاء هذه الخاصية كما تلاحظون سيصبح لون سطر العنوان كلون بقية الأسطر، والتي هي هذه الشريحة التي تظهر فقط لي هنا في الأعلى، أما الجمهور فلا يرون إلا هذه الشريحة التي في الوسط. إذن سأقوم بالضغط زر next حتى أرى الشريحة الموالية، وكما ترون لقد كتبت فيها هنا ملاحظة، وهذه الملاحظة الشيء الجيد هو أنني أنا فقط من يرى هذه الملاحظة، والجمهور لا يرى كل هذه الخلفية. وهنا يمكنني كتابة الصفحات التي أريد طباعتها، سأقوم بوضع زر الفأرة فوق هذه العلامة للحصول على التفاصيل. إذن يقول لي enter slide numbers and or slide ranges for example 1.3.5 لطباعة هذه الصفحات بطريقة منفصلة، أو يمكنني أن أكتب 5 مطة 12 ليطبع الصفحات من 5 إلى 12.